أكو أولاد مات أبوهم شالوه وصلوه للقبر حطوه بقبره ورادوا يدفنونه ما عندهم واحد يلقن تلقين ما يعرفون. مر عليهم أعرابي على ناقة قالوا له يا أخ العرب أنت أفصح منا لسانا أنت فصيح هل لك أن تلقن هذا الميت هذا أبونا ميت تلقن؟ قالهم أنا لا أعرف التلقين لا أجيده ما أعرف ألقن ولكن أنا ألقن اللي أعرف. نزل للقبر لحظات بالقبر وطلع الأعرابي صعد على الناقة ومشى أمهم أهالوا عليه التراب دفنوا أبوهم ورجعوا لأهلهم. أسبوع أسبوعين فترة من الزمن وإذا أجى في منام أحد أولاده شافوا أبوهم في نعيم قاعد مرتاح قالوا له أبا أنت في نعيم كيف رأيت الحساب بعد الموت؟ شلون شفت الحساب والكتاب وهذا شلون بعد؟ قالهم إن الله حاسبني حسابا يسيرا يسير يعني سهل علي مو عسير. قالوا له ليش؟ قالهم ببركة تلقين الأعرابي ببركة تلقين ذاك العربي أنا خير بس الله سهل علي ما شدد علي والآن أنا في الجنة مرتاح ببركة تلقين الأعرابي الحساب كان سهل. قالوا له ماذا لقنك؟ قالهم اسألوه روح اسألوه. قعدوا راحوا دوروا عليه طاحوا بالعربي قال العم تعال أبونا هيش شفنا في عالم الرؤيا أنت شنو لقنت؟ أنت قلت أنه لا تعرف التلقين. قالهم بلى أنا ما أعرف ألقن. كانت ايش سويت جوا تحت؟ قالهم أنا نزلت إلى القبر فلم أكلم الميت إنما كلمت الله سبحانه وتعالى. تدرون بالتلقين نحكي ويا من؟ ويا الميت. انقل له اسمع وافهم يا فلان ابن فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله؟ أو إذا أتاك الملكان المقربان الرسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك الآخر نحكي وياه. بس هذا ما حاكي ويا الميت حاكي ويا من؟ ويا الله. ايش قال إلا الله هذا العربي؟ قال له إلهي إن استضافني هذا الرجل هذه الليلة لو هذا الميت هسا عدل وجاني خطار بهالليلة إلى بيتي إلى داري إذا استضافني هذا الميت هذه الليلة سأنحر له ناقتي هذه وأنا لا أملك غيرها. ضياف كريم. قال له لو إجاني خطار هاي الليلة هذا الميت كان حرت لناقتي ما عندي غيرها بس هالناقة عندي أنحر له ناقتي وأنا لا أملك غيرها والآن هذا الرجل حل ضيفا عندك يا الله وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وقادر على كل شيء وغني عن عذابه وانت بكيفك.